السجل المصري للضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الدائنين على المنقولات الضامنة للقرض. أكثر من 46 دولة طبقت نظام الضمانات المنقولة وبيشتغلوا بيه. في مصر وبسبب وجود البيانات الائتمانية لـ 14 مليون فرد و 250 ألف شركة التي قامت بتجميعها من البنوك والشركات، الشركة المصرية للاستعلام الائتماني اتحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي بعد حصول مصر على 8 درجات نتيجة تشغيل الشركة. وبمجرد تشغيل سجل الضمانات المنقولة وبدء الإشهار به، ستحصل مصر على 10 درجات إضافية. علشان نفهم أكتر يعني إيه سجل الضمانات المنقولة، لازم نعرف إيه هي أنواع الضمانات نفسها. الضمانات المنقولة 3 أنواع: المنقولات المادية الحالية زي الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج والمخزون، والمنقولات المعنوية زي الابتكارات وحقوق المؤلف والتصميمات الصناعية، والمنقولات المستقبلية زي عمليات الاستيراد وناتج عمليات الإنتاج وناتج المحاصيل الزراعية. لما تقدمت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آيسكور للمناقصة اللي طرحتها الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، كانت هي الشركة التي حصلت على أعلى الدرجات بنسبة 96% في التقييم الفني، وده عشان خبرة آيسكور في إدارة وتشغيل منظومة الاستعلام الائتماني للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من 1/2008. وعشان كده الهيئة العامة للرقابة المالية اختارت آيسكور في سبتمبر 2017 لبدء تنفيذ وإدارة وتشغيل سجل الضمانات المنقولة. ومن هنا بدأنا خطة العمل لتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة بالتعاون مع كل الجهات المانحة للقروض في مصر من البنوك والشركات ومؤسسات التمويل الأخرى المرخص لها بالعمل في نشاط الائتمان، وكمان مانحي رخص استخدام حقوق الملكية الفكرية. وللتسهيل على العملاء الراغبين في التسجيل في سجل الضمانات المنقولة، حدد القانون أسعار الخدمة في متناول الجميع عشان يشجع على الإشهار ويخفض تكلفة التمويل، يعني بنتيح لمواطنين أكتر أنهم يحصلوا على قروض أو تمويل بضمان المنقول نفسه. وزي ما بيحصل مع آيسكور، الجهات المانحة للتمويل بتراجع وتتأكد من صحة بيانات العملاء اللي بتبعتها للشركة. يتوجه العميل لجهة التمويل يقدم على قرض بضمان المنقول، وبناء عليه بياخد مانح التمويل القرار وفقا لسياسته الداخلية بعد التأكد من البيانات، ثم يقوم بتسجيل الضمانة لحظيا. الإحصائيات بتقول إن الدول اللي طبقت نظام سجل الضمانات المنقولة زاد فيها معدل منح التمويل للناتج المحلي الإجمالي بنسب تصل إلى 60% مقارنة بنسبة تقارب 32% في الدول التي ليس لديها سجل للضمانات المنقولة. السجل المصري للضمانات المنقولة، إدارة وتشغيل آيسكور، تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.